شنو الماسونيه؟ الماسونيه والله ما عندي حتى فكره. عمري ما سمعت بها حتى في القاموس حتى في الديكسيونير ما هيش موجوده معناها. الماسونيه دي ما نعرف ايش، نعرف السلفيين هذوما يخطروا معناها يخطر على تونس، اختار برشا برشا ما يجي اختار وما يهمنيش. والله ما نعرف، اكثر سؤال صعيب معناها ما ما نفهمش في الكره. جينيرالمون باش تكون فرماسون لازمك تكون راجل، باش تكون اون توال دو ليست لازمك تكون امراه، و لي دو جروب سون بازي سور لا سيباراسيون مي والمعارف. هذا شنو نعرف حكايه معارف، وماهيش حاجه غريبه علينا برشا في تونس، هذا اللي نخدموا بها وما في بالناش. تونس بلاد ماسونيه كانت هي في فزاعات مس منها مثلا تحب تلوث بها. سمعت بعض الاشخاص بعض الاطراف ها شنو فما ماسونيين هم كفار هم ملحجين هكذا. بالنسبه لي انا لا علاقه. عندكش فكره شنو هي الماسونيه؟ بون عندي فكره مع الماسونيه، اما بالنسبه لي يعني لا علاقه، ما نعرفهاش الحق، ما عرفش معناتها والله، اش معناتها؟ غيان، ما عندي حتى فكره عليها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. I have been asked the question regarding the Masons, and there is an institute as Masons, لكن there's a lot of myths about the Masons, how they are doing this and they are doing that in the world. But as Muslims, we need to understand that everything happens by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and nothing can happen without the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is qadir ala kulli shay, as we understand. So we shouldn't worry about Masons, we should worry about ourselves, we should worry about our iman and our a'mal and our image as Muslims in the whole world, and inshallah Allah will change things for us. In the time of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the Quraysh and the Mushrikeen, they tried many things like the Masons against Muslims. But Rasul Sallallahu Alaihi was strong upon the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and the Mushrikeen were finished. So likewise today, all the kuffar wa makaru wa makar Allah, wallahu khayrul makirin. الماسونية هذه تولد فندي من عهد الرومان. الماسونية هذه ديانة قديمة خلقوها فندي مجموعة، هما اللي ماسون مشتقة من اسمها هي البونات، عمال بونات البناء، هما اللي جمعوا مجموعة وسموا روحهم الماسونية. كانت مجموعة تنتمي للماسونية هذه، منها برشا ناس كيما نقولوا داخلين في السياسة، ودعموها برشا يهود، ودعموها ودخلوا فيها رؤس ماليين، ولات الماسونية هذه فهمتني ترمز لرجال الأعمال، كل ما هو رجل أعمال يولي هو ماسوني. بالنسبة للماسونية ما نعرفش معناها، مي سافوار نورمالمون معناها فيها حكاية مس معناها وتمسوني، وسافوار في بالي فيها قوة معناها أخرى خارقة كالتوتال فاسون تدخل فيها الهندسة المعمارية، في بالي حاجة كيما هكاكا فورس هكا ولا أبليكي تبع من فوق، ما نعرفش معناها نقول لك هذا ماسوني وماسوه ما نعرفش بالضبط.